ثالث مره هذيك كنجي للسبيطار، الوالد هو اللي عيان. انا لاحظت واحد الحاجه، بان السبيطار هنايا فيه نظام ونظافه زعما وتعامل زوين. بصحني زعما الصراحه من نهار بدينا معاه، انا في الاول ما عرفتش المرض ديال ولدي، مشيت للسبيطار، مشيت للفلوس، ولكن ما كاين حتى نتيجه في السبيطار ديال الفلوس. وصيفطني واحد الطبيب الله يخلف عليه، صيفطني هنايا النهار اللي جيت هنايا، الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا 4 التحاليل اللي كندير كلهم خرجوا مزيان، هاد الاخرين الحمد لله اللهم لك الحمد. ولكن زعما هاد الناس هما كيتعاملوا معنا مزيان، كيعطيونا الدواء، ما كاين لا رشوه لا حتى شي حاجه، كلشي مزيان اللهم لك الحمد. كمتخصص بداء السل والامراض التنفسيه، الناس نورمال كيجيو عندنا من سبيطارات ديال الحومه، كيصيفطهم الطبيب اللي في سبيطارات الحومه، كيدوز لهم كيلقى عندهم اعراض كيصيفطهم عندنا. حنا كيجيو عندنا كيدخلوا عند الطبيبه اختصاصيه في الامراض الصدريه، كتشوفهم كتطلب منهم صوره للصدر، راديو ان كل شيء. دونك هذه اللي كنشوفوا فيها دابا هي الصاله ديال الفحص بالاشعه. كيدير المريض عندك هنا، في كيدير لا راديو ديالو، وابخي كتخرج الصوره كيمشي عند الطبيبه وكتبع مع ديك الساعه المراحل. كان عنده شي مشكل هنا، كلشي بالمجان، الفحص بالاشعه، عندنا تحاليل ديال التنخيمه، عندنا الادويه. هو مرض كيتطلب العلاج ديالو 6 ديال الاشهر. المريض ما خصوش يتهاون في اخذ الدواء ديالو، كل صباح خصو ياخذو مده 6 اشهر، وان شاء الله كيكون ان شاء الله كيتعالج. حنايا الناس ديال العصبه المغربيه لمحاربه السل وجلوبال كير انترناسيونال وكوكا، عندنا شراكه مجموعين وديفلوبينا واحد السمارت بيل بوكس اللي كديفلوبيها واحد الشركه في كوريا. هاد السمارت بيل بوكس الدور ديالها هي انك نانستاليوها الباسيون في الدار ديالو، و كنديرو بها سويفي الباسيون باش ياخذ ميديكامون. صافي لابواط فيها واحد سيستيم دالارم كتصوني على الباسيون كل صباح باش ياخذ الدواء ديالو كتفكرو. الا ما خداش الباسيون الدواء ديالو فعندنا سيستيم، كتطلع عندنا في السيستيم بلي الباسيون ما خداش الدواء ديالو. في هذه الحاله هذه اننا كنديبلاصاو وكنديرو فيزيت ا دوميسيل للباسيون وكنشوفو الباسيون معلو، او ميم طون كنديرو سونسيبيليزاسيون، كنريحو مع الباسيون، كنخرجو معاه، كنشوفو شنو عندو، واش عندو شي مشكل، واش كاين شي زيفي سكوندير علاش الباسيون ما كياخذش الدواء. والزياره ديال الوزير لهنايا كانت هي فرصه باش يجي حتى هو ويتعرف على سمارت بيل بوكس. سمارت بيل بوكس اللي ديجا هو كان شافها في جورني مونديال ديال لاتبيركيلوز في هذا العام. دونك سي با هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.